وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. حيكم ورحب بحضراتكم اجمل واطيب تحية وترحيب من انطلاقات وتحديات رابع ايام هذا المهرجان، هذه الجائزة الكبيرة وثانية أيام سنة اللقاية ومسافة الخمسة كيلومترات، لقاء الأشقاء لقاء الأحباء مع سن اللقاية ومسافة الخمسة كيلومترات، انطلاقة شوطنا السابع للأبكار، اللقاية ينطلق على بركة الله لننطلق بعد المراكز، لننطلق لنتعرف على الأسماء المتقدمة. أتقدم مع السايحة والشعار الراشدي سالم بن محمد بن سالم بن علي الراشدي، يقدم لنا السايحة المقدمة المركز الثاني. أتابع القدوم والوصول من شعار هملولة هي القادمة بشعار سعيد أم سعد بن محمد بن الشرقي بن سعيد الأعفاري مقدما لهملولة. ومن الجانب الأيمن أرى الوصول والتسلل والانطلاق، أتابع القادمة، أتابع وصلت الجادل، الجادل وانطلاقة ناحية بن فالح بن عودة العنزية يقدم لنا الجادل، الجادل بهذا الأداء الجميل بهذا الشكل الجميل على المركز الثاني. تقدم ثالثا وتابع شعار علي بن مانع بن المطارد اليامي يقدم لنا صوغه، يصل في هذه اللحظات مقدما صوغه، صوغه بيتقدم على المركز الثاني مقدما لصوغه المركز الرابع. اتابع القدوم، اتابع سالم بن الرملي بن محمد العامري يقدم لنا راهيه والقادم احلى. أتابع في هذا اللحظات من وصلت من حضرت في هذه اللحظات لتقتحم الجميع لتتقدم شعار الخطير أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي مع الفاتنة، ينطلقون مع المركز الأول. يتقدم بن رشيد باحثا عن المزيد من الإنجازات ومن السجلات، شعار إحدى خاطفي رموز هذا المهرجان، شعار عركاش على ما يبدو لي يتقدم على المركز الأول. المركز الخامس أتابع القدوم ومن وصل في هذه اللحظات، شعار بالرملية والقادم في هذا الأثناء شعار راشد بن سالم بن علي الغيلاني مع رموز على المركز الخامس. العودة إلى بن رشيد، العودة إلى من يتقدم، يقدم لنا انطلاقة الفاتنة أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي مقدما للفاتنة. الفاتنة على الصدارة، يتقدم مالك الفاتنة ليقدم لنا هذا الانطلاق الكبير الانطلاق الخطير. يتقدم بالرشيد، يتقدم القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد من جميرة، يقدم لنا انطلاقة الفاتنة الفاتنة الفاتنة. ولكن مرحبا مرحبا بالقادمة، وصل راعي السايحة، وصل الراشدي سالم بن محمد بن سالم بن علي الراشدي احدى الابطال احدى النجوم. يتقدم وحذاري من الغيلاني، حذاري من القادمة،
راشد بن سالم بن علي الغيلاني يقدم لنا رموز رموز. والقادمة على المركز الرابع أتابع أتابع شعار فواز بن عبد الهادي بن راشد الكدادي الهادري مع الضبي، وأول نداء للحاضرة بشعار معتوق بن رقش بن طبازة بن الدودة الحامري مع متعة 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 على المركز الرابع. وخامسا نتابع القدوم من الجانب الأيمن في هذه اللحظات لحظات، ونتعرف على القادمة على القادمة. وصل وصل مقدما لحضور شعار سعد بن سالم بن علي الفيت المري مع خزامة، ولكن بن رشيد بن رشيد يقدم لنا هذا الأداء الكبير. 900 متر الأخيرة راح يا بن رشيد راح يا الخطير. وصل الغيلاني وصل الفتى وصلوا أبناء المملكة، وصل سعد وجه سعد يقدم لنا انطلاقة خزامة سعد بن سالم بن علي الفتى المرية المرية أبناء المملكة أبناء المملكة وأبناء الإمارات. آخر الأمتار جميرة جميرة ولا السيح، ولكن السيح أبناء المملكة أبناء المملكة يتقدمون يتقدمون. بن رشيد بن رشيد والقادم شعار في هذه اللحظات بالرملية، ولكن الفايدة روح بالانتصار بالرملية بالرملية بالرملية. آخر الأمتار السلام وين السلام وين، حاير طاير طاير حاير يبقى بالدار أم يغادر، ولكن غادر غادر بآخر الأمتار سالم بالرملية. بني محمد العامري رهت عنه ماس راية راية سلام يا الرملي سلام على هذا الأداء الكبير. المركز الثاني شعار سعد بن سالم بن علي الفيد المري مع خزامة. المركز الثالث شعار بن رشيد أحمد مصطفى بخليفة بن رشيد السويدي. المركز الرابع شعار في هذه اللحظات شعار أحمد مصطفى بخليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث رابعا في هذه اللحظات شعار محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري مع شذا. خامسا شعار بخيت بن محمد بن حمد الفيت المري مع بلشة. كان الصراع حاير وداير ما بين الأحباء ولا شقة، ولكن في آخر الأمتار يحضر شعار راهية وسالم بن الرملي بن محمد العامري. من قدم لنا راهية من أرسلت السلامات إلى دولة الإمارات سالم بن الرملي محمد العامري مع راهية. 7 دقائق و48 ثانية ولحظات الوصول إلى خط النهاية معنة الفوز والانتصار على المركز الأول شعار راهية في هذه اللحظات. 7 دقائق و40 ثانية 43 جزء من ثامن الثاني شعار سعد بن سالم علي الفيد المري مع خزامة قدمت أداء كبير. 7 دقائق و40 ثانية والمركز الثالث شعار أحمد بن سلطان خليفة بن رشيد السويدي مع الفاتنة. 7 دقائق و50 ثانية المركز الرابع شعار محمد بن سعيد بن علي الجربوعي مع شذا. المركز الخامس شعار بخيت محمد بن حمد الفيتة المري مع بلشيد تانينا والنوماس.